كثير من الإخوان والأخوات المتابعين رسلوني ويقولوا لي ما فائدة فرنسا في تدعيم الماك وفرحات مهني. يعني كيل إي لانتيري دو لا فرانس ا سوتونير لو ماك وفرحات مهني. الجواب بكل بساطة، فرنسا لن ولم تقدم أبسط دعم لا للماك ولا لفرحات مهني. باش نكونوا واضحين، الدعم مش معناها انها تعطيهم اموال، هذا ما كانش، انها تعطيهم مقرات، هذا ما كانش. اللي عنده ابسط دليل تاع تمويل الماك من طرف فرنسا ماذا به يبعثه لي وننشره، اعدكم انني سانشره. سمعتوا؟ اللي عنده أبسط دليل تاع أنه السلطات الفرنسية عطات للماك مقر باطل، قال ما عندهمش مقر دابور، يقولوا عطاتهم مقر باطل، ولا عطاتهم سكنة ولا عطاتهم حاجة، ماذا بكم تمدوا لنا اللي عنده أبسط دليل تاع أو إثبات أنه فرنسا عطات مقر او سكنه او محل للماك يبينه لي يبعثه لي سانشره. اعدكم انني سانشر كل ما يثبت دعم فرنسا او المغرب او اسرائيل للماك. اللي عنده دليل قال اعطاهم دراهم، اعطاهم مساعدات ماديه، يبعث لنا اعدكم بنشره. ما بقاوش نتلغبوا، الكلام الفارغ ماهوش مليح، لانه الجزائريين تربينا على الاتهامات الباطله. هذاك او هذاك كذا، هذا كذا، هذا الدليل يا باغالون. انا نهار اللي ضربت ولاد الحرام في لا مافيا دي جينيرو صاحبي، ضربت القمه، ضربت الفوق، ضربت الفوق، ما قدروش يدوا لي جرام، لان انا بيض هكذا، بيض كي الحليب، ونحب نلبس الابيض. بيض صابو لي كرام، ما يجيش لنا الازلام عامل تاع فرنسا عامل تاع كذا، بعد ما يقولش حد على يقول كلام اخر ثاني. سمعت، اعطونا الدليل عندكم. احنا لما نتكلموا على العصابه نعطيو الادله تاع خيانتها وتاع قمعها وتاع تزويرها وتاع كلش، من دليل نمدو هاوليك. في الفيديوهات تاعي تشوفوا مليح باللي نضرب في الشنقريحه، نضرب في تبون، نضرب مدير الامن الداخلي، مدير امن الشرطه، كل المسؤولين نضربهم. كاش واحد قدر يجبد غرام عليا؟ ما كانش، باسكو تاني بيض كي الحليب. من بكري نضرب وحلوف ما يقدر يجبد لي غرام. نالي جا داك الرخيص تاع النوغي العربي، والنوغي لاري زاد، لو كان جا ولد باباه ما ينكرش الاسم اللي عطاه له، هذا اللي يقولوا باباه، دروك ولينا نشكوا في باباه. جا يقول اعطاه له 8 ملاير باش يبيض وجهه باش يلمع صورة بوتفليقة. بغالون حاول الحرام، اجبد لي جملة واحدة، قلت جملة واحدة شكرت فيها بوتفليقة في العشرين سنة تحكمه، اجبد جملة، اجبد له ورق يا اخي، تقول لا انا مدت لي اجبد له ورق يا ولد الحرام. جيت تطريق مدير عام تاعنا حتى عطاه له كود بيو طبقوه. ايا باسكو حرشوا بالحمر السكارجي، قال له ايا ترى نتحوا عليه، ما قدر يدير والو ولا دونك ما تسيبليش كرام. نفس الشيء هذا اللي نقولوا على الماك، اللي يقول لك ما فائدة فرنسا في مساندة ولا تدعيم الماك، السوتيان. ني اوكين سوتيان اما كونيسونس، ها حس معرفتي، نقول اللي عنده دليل يبعثوا لي ننشروا.